كيدير بخير؟ هاني واش ضرب لي التوني بعدا ديال الوداد؟ مبروك البطوله بعدا مسبقا. مبروك اسيدي مبروك. كيدير مع الولاعه اخويا؟ ضروري الولاعه. كلشي بخير اخويا؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. ايوا دخلت شي طيور الحفاظه. الله يبارك فيك عنو عليك علينا وعليك اخويا. الله يحفظك بارك الله في خويا. دخلت شي طيور الحفاظه ولا باقي؟ واحد القرعه دخلت ودابا راه سير مصاصي. اييه بقالي والو واحد الشاير تقريبا يكمل ان شاء الله. مرحبا. عطيه الودانيه ولا ملاقا خويا؟ الحي اخويا. الحي احسن حاجه كاع. هادو يقولوا عليه على الغاب ياك خويا. احسن حاجه كيجيب تبارك الله الكلام ياك. كيجيب طلوقات زوين سي حميد. جبنا شي بريرات ديال هادشي يا خويا. مرحبا خويا الله يحفظك. ها بحال هذاك. اييه بحال هذاك. مرحبا. ها هو سي حميد جاب معاه ولدو اليوم. مرحبا ولدو الصغير. الله يا ودي. قلت لي يا خويا حط عليه الحي ياك عزيز. قلنا على الحي الوطواطي الا كانت فيه الحسانيه وفي شي طلوقات ديال الولوار. قول لي انت كتحفظ بالوطواطي يعني اهم حاجه؟ الوطواطي والحداد هادو بجوج. هادو بجوج ما كتستغناش عليهم اخويا كمال. يعني داكشي اللي غادي تسمعو حتى في الحسانيه كتلقاه في الحداد. يا عندي عندك تجربه عليهم يعني ديما كديرهم. البيتي بيتي بايري شي طلوقات مثلا هذيك وهذيك. لا ما نخافش عليك اخويا كمال. الطويرات عندك تبارك الله في المستوى. الوطوات كيف قلنا بحال الحسانيه عندك الولوات هو كيكونوا طلوقات ديالو ابار معروفين الولوات. الهزار البوح. المهم هاد الهزار حتى هو كيسمع بعض المرات شي طيور. المهم انواع الطيور الشرشوريه ياك. الله يحفظك خويا كمال. تحياتي خويا مبروك عواشرك. الله يحفظك. وديما كاين وديما مغرب. الله يحفظك خويا. تحياتي. الله يحفظك. مرحبا مرحبا. ولكن بيني وبينك الطفره كتكون عند رجل يعني ضفاره بيضين. ها قول لي اخويا. الطفره كتكون عند ضفاره بيضين. باقي قريه هذا باقي عاود لها ولكن راه كيبينوا من الاول او ديبار. او ديبار ماشي مشكل. المهم راه بنادم تيقلب على هذه المواصفات ديال الطيور اللي كتكون مثلا بد. تبارك الله جد لي. النشوه شحال كتقول فيها هذه النشوه اخويا؟ لا لا تكير تكير. شحال كتقول فيه؟ شحال كتقول فيه؟ يلا خدينا بثلاثه الورقات. ثلاثه الورقات؟ ما هو طفره نديو على الله. هانتوما الخوت الطويره خداها الاخ 300 درهم على اساس انه طفره. اش قال لك اخويا مصوفي؟ قال لك كيضرب زوان. راه قال لي عنده شي شهير. ايوا خويا غدي تعطيه بعد دريع الشوك وتعطيه البيريلا وتعطيه المسائل اللي هي باش توقفوا. سمعتيني؟ هادشي اللي كاين. الله يسخر خويا. الله يسخر لك. تحياتي خويا. اللهم امين. ديروا لايك. الله يحفظك خويا. واحد المولوع الصغير. السلام عليكم. كي داير ولدي؟ لاباس؟ بخير صح؟ لاباس؟ اشنو اختي اليوم؟ كنار. نشوف؟ تبارك الله ما شاء الله. هادو شحال خديتيهم هادو؟ 300 درهم. هادو كتكوبليهم ياك نتايا؟ مزيان تبارك الله ما شاء الله. مزيان. هادي الهواية ديالك. هي الهواية ديالك يعني التربية ديال الطيور. اللهم بارك. كتقرا مزيان بعدا تبارك الله ما شاء الله. الله يرضي عليك ولدي. شكرا بارك الله فيك. تحياتي. السلام عليكم خويا. السلام عليكم خويا. وعليكم السلام. كيدير بخير؟ هاني صحة لاباس؟ واش هذا الخير تبارك الله. اللهم بارك. طوير تبارك الله ما شاء الله. الله يحفظك. عبولية ياكل من يدك. ياسي شحال الثمن ديالو خويا؟ خويا 600. بعدا راه مضلو بعدا على الشميش. الحرارة اليوم تبارك الله ما شاء الله. شحال عنده هذا؟ عنده عامين. ممكن تعطينا النمر ديالك اخويا؟ ماشي مشكل ماشي مشكل. كنت كنبيع اخويا. اييه عرفت عرفت. وسط السلعه الزوينه بحال ما هادي راه ما غاتبقاش. الله يحفظك خويا. والله يسخر اخويا. اللهم امين. الاخر ديالو شحال هذا؟ 45 نبيع. 450. 450. راه ثمن مليح. طير ضارب يعني عامين. راه طير عادل ياكل لك من يدك. والله يسخر. اللهم امين. تبارك الله. ها هو بغيت يسكر. غايقولها ياك. نعم. دابا علاش كي تمشي كيمشي يعني بالمنقار ديالو ولا دوك البلايص يعني الحساسين؟ ربما تقدر تكون القميله. لا ولا الطير كينقي راسو. ربما حيت كان طاير على واحد السير كي قال دابا في الريش ديالو. ياك كي قال في الريش ديالو مع الشميش ضربها شو هادي. ما يلا دوش ليه. فهمتي كي قال في الريش ديالو. باش الناس تعرف. فهمتي تعرف علاش الطير كيدير هذه الطريقه هادي. فهمتي شتي سبحان الله العظيم. ملي كتضرب فيه الشميشه وهادي سبحان الله كيبدا ينقي في راسو.
لا حسي الله دوشتي كي قاعد دابا في الريش ديالي. وشكرا على المعلومه خويا. الله يحفظك خويا. الله يسخر خويا. تحياتي. الدرهم صاحبي عندك شي ثاني واحد الوطي هو طول العش. تبارك الله ما شاء الله. شحال كتقول اخويا في هذا الوطوار؟ كتقول فيها 500 اخويا. 500 درهم. القوح وكليه. العدنان شنو؟ شحال غيكون عنده اخويا تقريبا؟ عامين. عامين. اللهم بارك. عطينا اخويا النمرة ديالك اللي بغاه راه يعيط لك. مرحبا. 06 07 07 06 07 06 07 06 04 04 67 67 69 69 تما الخوت وطواط راه زوين تبارك الله كسوة. دابا راه بحكم الحرارة داكشي على شحال فمو. اللهم بارك اخويا. تبارك الله. خوت هاد الحداد راه ديال نفس الاخ ديال اللي عنده الوطواط راه الحداد ديالو اللي بغاه راه يتواصل معاه. هانتوما الاخوان. حداد راه قديم. شحال ضارب اخويا هذا؟ عامونس. اللي بغاه راه يتواصل مع الاخ. شكرا اخويا وتحياتي. تحياتي. الله يحفظك خويا بارك الله فيك. كاينه. هذا الاصل ديالو جدر ماشي قرع ياك؟ جدر شحال البيع ديالو؟ شحال تقريبا؟ قولي شي كلمه زوينه نديو راه زرينا اخو بزاف عندك 80 درهم والله ما كان ربي الحداد لا عجبني في النوم ديالو شكون كان غادي تولع بالي ما مقرع ما والو ما مقزب عجبني والله يوين في يدك هذا راه تم غادي به وكيغني كاع مسوق البشر شوف هو هو تبارك الله طاير بلا ما نخيبو بلا هو طاير زين صار عجبني بلا السلام عليكم خويا كي داير لاباس بخير هاني الله يبارك فيك انا وعليك خويا الله يحفظك جدر ولا قرع خويا هذا جدر جدر شحال الثمن ديالو خويا 800 درهم شحال عنده 3 سنين طوير تبارك الله زوين اللي بغى يتواصل مع الاخ عطيني النمر ديالك اخويا 06 49 28 04 73 شكرا خويا الله يحفظك تحياتي علينا وعليك خويا امين عليكم خويا شنو برا هذا خويا شحال الثمن ديالهم اخويا 100 درهم البياس هنا الكره ونجاويك اخويا خلط الدعوه هانتوما الخوت بياسات اللهم بارك الزياده ديال شهر واحد ياك اللي بغى شي بياسه يتواصل مع الاخ كيف ما العاده عطينا النمر ديالك اخويا النمر ديالك ما عندكش ماشي مشكل اخويا المهم اللي بغى شي بياسه يتواصل مع القناه الاخ راه معروف في سوق القرعه واحد البياسات ديال الكنار اللهم بارك هنا كاين اخويا هادو كبار ولا شنابر؟ هادو جايين للكوريه يعني شباب تقريبا شحال غيكون عندهم اخويا؟ شي 5 شهور 5 شهور اللهم بارك شحال الثمن ديال البياسه اخويا؟ كاين ديال 100 درهم و 2400 كاين تكوره ونتاوي مخلطه مخلطه مرحبا الله يحفظك عندك اخويا شي نمره عطيها لنا اخويا اللي بغاك يتواصل معاك تقدر تقول ديال الصديق ديالي علي علي هادشي اللي بغى شي بياسه راه يتواصل مع خويا هادشي اللي كاين النمرة ديالك النمرة ديالك لا بغى شي واحد شي بياسه عطينا خويا النمرة ديالك 06 أييه 07 07 93 33 33 80 80 عالي عالي مرحبا خويا شكرا الله يحفظك مرحبا بارك الله فيك اخوان واحد الميسر اللهم بارك شحال الثمن ديالو اخويا 100 درهم لا شي باش بعد انا في انا في عطينا اخويا النمر ديالك اللي بغاكي عيط لك ما عندكش النمر مرحبا اييه هادو الاخ هشام شنو برا مكبار ها 200 درهم
وهاد القرع هادو ماشي للبيع حفاظه. وهاد البياسة شحال اخويا؟ 300 درهم. هاد الجويجة هادي شحال اورانج؟ 500 درهم. عطينا اخويا النمرة ديالك السي هشام. النمرة ديالك 06 48 65 30 15. شكرا. هذا هو المحل اللي كنجيو ليه باش كناخذوا يعني القفوزه وكناخذوا يعني الماكله ديال الطيور. والاخ ياسين راه موجود هنا في سوق العيون. هو الاخ ياسين مرحبا. مرحبا الاخ ياسين. تحياتي خويا ياسين. يعني هاد الناس هادو المهم هاد الناس راه يعني انواع المأكولات ديال الفراخ معروفين في السوق الكاليتي وما كيبيعوش حاجه بيريمي. داكشي جديد تبارك الله. انتم الاخوان هادي زريعه الشوك. هادي زريعه الشوك بالنسبه للمقنين فهمتيني. يعني كتعطى القرع كتعطى يعني الطيور اللي هما يلاه يعني باقيين ما مصوبينش وكيتصوفوا البيريلا هنايا. هذا الميلونج ديال الكانا. انتم الاخوان الزوان شحال داير الكيلو؟ 240 كانا. 240 ذهب ديال الزوان. هذا باين تبارك الله زوين تبارك الله. هذا الزوان كركب ديال فيروج هو هويا. اييه زريعه الشوك شحال داير الثمن؟ الشوك كيلو 35 درهم. 35 درهم. حاجه كاليتي. وبالنسبه للميلونج 15 درهم خلاص بيري. الا زريت كيف خرطان شي حاجه القرقاع. والزريعه؟ الزريعه 30 درهم ديال بيرو كوبي سباس فاليون هذيك كوكو 20 درهم. وهذا هذا؟ هذا الخرطان. خرطان اييه 14 درهم كمان. المهم اي حاجه راه كاين الدود بالنسبه للحداد الادويه بالنسبه لها انتم الاخوان الماكله ديال المشاش اي حاجه بغي يشوف الماكله الخوزه ديال الزر الخوزه ديال الشوك شاو الله شي حاجه القرقاع ديال الشوك شاو الله. المهم الاخ ياسين ها هو اللي بغى راه يتواصل معاه. تحياتي خويا ياسين الله يحفظك. عطينا النمر ديالك الاخ ياسين 07 58 80 11. تحياتي خويا ياسين الله يحفظك خويا.